مضت 5 أيام الآن ونحن مقبلون على 5 أيام أخرى من أيام هذه الأيام المباركة. كيف نستغل هذه الأيام فضيلة الشيخ؟ وكذلك أيضا يعني ماذا عن التقصير؟ يعني إذا كان من 5 أيام مضت، يعني الإنسان يعني يحاول بقدر المستطاع أن يستثمر هذه الأيام حتى يوم العاشر. أنت شرت أخي الكريم في سؤالك إلى أمرين. نعم. الأمر الأول، ما الأفضل في هذه الأيام؟ ما الذي ينبغي أن تخص به هذه الأيام وأن تملأ به؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. أحب الأيام والأزمنة التي تتقرب فيها إلى الله عز وجل بصالح العمل هو هذه الأيام. محبة الله للعمل في هذه الأيام تفيد فائدتين: الفائدة الأولى عظيم الأجر المرتب على هذا العمل، الثاني أن هذا العمل له تأثير بالغ في صلاح الإنسان واستقامته وصلاح قلبه واستقامة عمله. وبالتالي ينبغي للإنسان أن يجتهد في هذه الأيام بكل عمل صالح، لأن الحديث لم يخص عملا دون عمل، بل قال: ما العمل في أيام. العمل المقصود به العمل العبادي التقربي الصالح الذي يتقرب به العبد إلى ربه. ما العمل في أيام أحب إلى الله من هذه العشر؟ فينبغي الإنسان أن يجتهد في كل الأعمال الصالحة. نعم. الأعمال الصالحة مراتب ودرجات. بالمرتبة الأولى الواجبات الفرائض، فتش نفسك في الفرائض واحرص على الاستكثار من إتقانها. أصلح صلاتك، أصلح زكاتك، أصلح صومك، أصلح حجك، أصلح برك لوالديك، أصلح صلتك لأرحامك، أصلح أداء الأمانات، أصلح إعطاء الناس حقوقهم. هذا هو بالدرجة الأولى. الدرجة الثانية التزود بالصالحات من سائر أنواع العبادات والقربات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فبعد الفراغ من الواجبات والفرائض ينتقل الإنسان إلى النوافل والمستحبات، فإنها باب عظيم من أبواب إدراك الخير. والمستحب أفضل ما يكون من المستحب كثرة ذكر الله عز وجل، لأنه الذي جاء النص به في قوله: واذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وفي الحديث قال صلاة الله وسلامه عليه: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. هذا أفضل الأعمال كثرة الذكر. وأما ما أشرت إليه من الجزئية الثانية وهي التقصير، فالتقصير علاجه بالاستباق والاغتنام لما بقي من الأيام وكثرة التوبة والاستغفار بقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أعاننا الله وإياكم على صالح العمل وعمر قلوبنا بما يحب ويرضى من المحبة والتعظيم وسائر صالح الأعمال وكذلك جوارحنا. نعم.